أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من قسد في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا. مرصد القنابل العنقودية يؤكد خلال تقرير يستعرض إطلاق القنابل العنقودية حول العالم أن نظام الأسد يستخدم القنابل العنقودية باستمرار منذ عام 2012. الدفاع المدني السوري يحذر المدنيين من وجود آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف روسيا والنظام في مناطق شمال غرب سوريا. الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لنظام تعلن عن هزة أرضية بقوة 2.9 درجات على مقياس ريختر وعمق 4.2 كيلومتر تضرب جنوب غرب مدينة حلب. مقتل وإصابة 10 عناصر من قوات النظام جراء استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة في محافظة درعا بحسب مراسل حلب اليوم. وصول قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية عبر سوريا بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس.